السلام عليكم احبابي الكرام. هذه الحلقه هذه هي غادي نتكلم فيها بالدارجه باذن الله، لان كنلاحظ فيها بزاف ديال المسائل، وغنتكلم فيها خصوصا على التشرميل، هذا الشيء اللي وصل ليه المجتمع المغربي ديالنا اليوم من التشرميل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع للخير. فاحبابي الكرام، كيف ما لاحظنا واحد الدكتور بارك الله فيه وكثر الله من امثاله، الدكتور التازي، انه تكلف بمجموعه من الناس اللي تعرضوا لهذا التشرميل هذا. فنسال الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا ويحفظ جميع المسلمين. فانا نوجه واحد التحيه للدكتور التازي، نقول لك الدكتور التازي جزاك الله خير وحفظك الله، حفظك الله من كل سوء، حفظك الله وحفظ ذريتك من كل سوء ومن كل شر. فاحبابي الكرام، خاصنا احنا كناس، خاصنا احنا كمجتمع مغربي، خاصنا احنا كشباب مغربي، خاصنا احنا كوليدات المنطقه، خاصنا احنا كوليدات المدينه، خاصنا احنا كوليدات الحي، نعاو نعرفوا الخطوره ديال هذا الشرميل هذا، نعرفوا الخطوره. ان مسكين داك الانسان اللي هو كيمشي وكيهز واحد لمضه وكيهز واحد زازوار وكيمشي يضرب خوه المسلم، راه هذاك الشيء راه ماشي، لا يجوز، ليس بحق. هذاك الشيء راه ما خاصوش يكون، هذاك الشيء راه حرام نديروه في بلاد الاسلام. الكفار عمرنا ما سمعنا عندهم شي واحد تيشرمل شي واحد، عمرنا ما سمعنا في اوروبا ان واحد شرمل واحد، عمرنا ما عندنا هذه الحيحه هذه ان واحد شرمل واحد. علاش نتعداو على بعضياتنا؟ علاش نظلموا بعضياتنا؟ حنا الحمد لله المسلم والمسلم كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو اشتكى منه سائر الاعضاء. فبارك عنا، نتقفوا روسنا، نوعوا روسنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى. والله مني كنشوفوا هذا الشيء هذا القلب كيتقطع. علاش غادي نضرب خويا المسلم؟ علاش غادي نضرب اختي المسلمه؟ شنو غادي ندير؟ علاش غنمشي نسرق خويا المسلم اللي ما عارف ما يدير؟ الخدمه الحمد لله غادي يمشي وغادي يدير الاسباب وغادي يخدم ان شاء الله، وربي غادي يوفقه للخير. ولكن البعد من البلية، يبعد الوليدات ديالنا، يبعدوا من القرقوبي، يبعدوا من الحشيش، يبعدوا من الهلواسه، يبعدوا من بزاف ديال المسائل اللي ادت اللي كديهم لهذا فقدان العقل. وانا بدوري غادي نعاونكم باذن الله نفسيا وروحيا، لعل الله عسى نرفعوا بك. ما بغيناش نرفعوا بك، نهزك الفوق. انا كدوري نقي لك المعده ديالك، نحيد لك الميكروبات ديال المعجون، ديال الشراب، ديال الحشيش، ديال الكارو، نحيدهم لك ان شاء الله. ونطلب الله كاملين نكونوا اقوياء، لان هذا الشرميل هذا خرج على الوليدات، على البلاد ديالنا، هاد التشرميل هذا خرج على الوليدات ديالنا، هاد التشرميل هذا خرج على الاسر ديالنا. فما بغيناش احبابي الكرام نبقاو دائما غادي بحال هكا، الامهات ديالنا كيبكيو على وليداتهم اللي تشدوا في الحبس، والامهات الاخرين كيبكيو يعني على وليداتهم اللي ضربوا، الشباب والشابات كيبكيو، الخوت كيبكيو. علاش في المجتمع بحال النفوس غابه؟ نسال الله السلامه والعافيه. المجتمع المغربي ديالنا زوين بزاف، وعندنا واحد الوطن اللي هو جميل بزاف. نطلب من الله سبحانه وتعالى يحفظ البلاد من كل مكروه. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله.